في حالة من التفاعل الكبيرة اللي حققتها حفلة الموسيقار عمر خيرت امبارح ضمن فعاليات مهرجان العالمين، وكان في حلقة خاصة لبرنامج صاحبة السعادة مع طبعا الإعلامية الجميلة إسعاد يونس. والتفاعل الكبير ظهر بقى مع الحفل بعد ما تم نشر كتير من الفيديوهات الخاصة بالمقطوعات الموسيقية اللي في الحقيقة هي أكتر من رائعة، واللي طبعا عزفها الموسيقار الكبير عمر خيرت. احنا يعني عمر خيرت في الحقيقة هو بيعزف كده ألحان مصرية، أنا معرفش إزاي، يعني مش عارفة إزاي أعبر عنها، بس هو ألحانه كفاية تحسسك إن أنت يعني سواء الألحان القديمة شوية أو حتى جديدة بتعيشك الحقبة الزمنية اللي أنت تحس فيها إنه دي مصر، ده أنت قادر تحس إن دي مصر. هو فنان عبقري، يعني من هو عالمي وعبقري فعلا، واكيد اكيد الحلقه دي يعني احنا هنستمتع بيها قريب لما يتم عرضها ان شاء الله. الفنان اشرف عبد الباقي نشر على صفحته الخاصه على فيسبوك فيديو ترويجي لمسرحيه البنك سرقوه، واللي بيتم عرضها حاليا ضمن فعاليات مهرجان العالمين. وكتب اشرف عبد الباقي في البوست: مسرحيه البنك سرقوه بدايه من يوم الخميس على مسرح الساحل، مستنيينكم، تعالوا ونشوف مع بعض كده الفيديو ونكمل بقيه اخبار. تعرف تشتغل تحت ضغط يا بنتي؟ ليه؟ إما مخطط داخلي يا إما مشجب داخلي. إيه يا فندم؟ تعالى أقول لك مبروك، أقول لك مبروك. آه ها ها، إيه إيه إيه، هو هو هو. وأنا بتجوز عباس الحمودة. إيه مالك؟ دي إيه؟ حاجات كويسة. أنت معاك واد اسمه محروس ومعاك كلمة واد بتلم بيها المحطة. بقى انت احلى بنك بقى، انت احلى بلعوم. خالتك زعلانه منك بتقول لك اسال عليها ما يصحش. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ مين يعني سيادتك؟ انا مدير التنفيذي بتاع الكونتيوز من الدنك كله. اللي بيسمع كلمه اهله شو بنقل. صفحات كتيرة قوي من محبي كايروكي نشروا إعلانات ترويجية لحفلتهم المقررة ليها النهاردة إن شاء الله. طبعا في حالة كبيرة قوي من التفاعل مع الحفل، وكتير من جمهور كايروكي مستني الحفلة دي. ومش عايزين ننسى كمان المفاجأة النهاردة أنه في فقرة الفنان تو ليت، واللي هو في الحقيقة عامل كده حالة من الجدل اللطيفة قوي على السوشيال ميديا، خصوصا أن الجمهور حابب قوي وعايز يعرف مين هو اللي وراء الماسك ومين هو تو ليت.